بصي ست مصريه عاديه جدا، بصحى الصبح وبطبخ وبعزم على الفطار، ومن يعني عادي جدا، يوم عادي جدا، بس ما بتفرجش على التلفزيون. بتفرج بعد مثلا بعد 10 ايام او كده، اسمع اشوف ايه الصدى على اني مسلسل واتفرج عليه، هو مسلسل او اتنين بالكتير قوي، والباقي بقى بعد رمضان. اول 10 ايام اولا يعني انا طبعا رايي ان رمضان ده طقس للعباده يعني، وطبعا هو العباده كل طول السنه، بس يعني يعني بركز له قوي. فلما بشوف الصدى على مسلسلات ايه اقول عشان ابقى متابعه يعني للمواجبه للحياه، فبقعد اتفرج. ما بقاش لان في الاول ببقى تايهه، في مليون مسلسل كلهم يشدوا، فبستنى كده اشوف الصدى من الناس ايه، فابدا اشوف المسلسل اللي عليه الصدى ده. انا كده طبعي يعني حلو، انا جميل جدا 15 حلقه لا انا معاه لطيف خفيف. احنا دلوقتي في عصر السرعه يعني، خلينا يبقى في دم جديد كل شويه، ويبقى في انتاج جديد مش وحش. ال 15 حلقه بقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويعني يا رب ابقى معاكم كل سنه في رمضان، وحشوني جدا ونفسي يعني اتواجد معاكم في رمضان، يا رب قريب ان شاء الله.